في 24 ساعة فقط، شاب يتحول من مشرد بلا منزل إلى مليونير. قصة غريبة لشاب أمريكي من أصول إفريقية ويدعى أونيا. فبين ليلة وضحاها أصبح أونيا من مشرد بلا مأوى إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يتابعه أكثر من مليون شخص ليدخل نادي المليونيرات على السوشيال ميديا. أنشأ الشاب الأمريكي أونيا جونسون حساب باسم Angry Reactions، وذلك بغرض تسجيل ردود أفعاله الغاضبة على مقاطع الفيديو أو مشاكل من الحياة اليومية. فوجئ بعد أول ثلاثة مقاطع بأن حسابه جمع مليون متابعة. وفي لقاء صحفي مع موقع بازفيد كشف أونيا أنه بلا مأوى وكان من ضمن المتضررين من كورونا، حيث تم إخلاؤه من محل إقامته ويعيش الآن في سيارته، وأغلب المقاطع التي صورها كانت في السيارة أو في بيوت أناس آخرين. وعن فكرة الصفحة يقول أونيا إن ملامحه توحي بالغضب المستمر وصوته عال بالوراثة، مما يجعل كثيرين يظنون أنه شخص غاضب طوال الوقت وعدائي، لكن ذلك غير صحيح. وقد حدثت له مشاكل من قبل، حيث كان الجيران يقومون بشكاوى ضده.